اللي عملوا وقت اللي حدث العلم ومعناها عيت الخولة رشيدي أو في الخطاب هذا كتب الخطاب متاعه. أكيد سي عماد مش باش يقولنا على أسرار، لكن فيه ياسر منه هو سي منصور مرزوقي اللي نعرف كتاباته بالعربية والفرنسوية، والنبرة متاع صوته كانت نبرة يختارها هو. يعني رئيس الجمهورية ماخذ بزمام الأمور، ومش في هذه برك شفناه لما مشى التقى برجال الأعمال في ساكت، شفناه في تنقلاته وحب يقول أنا راني موجود ونحن هنا وأنا رئيس كافة التونسيين، ويذكر كما قال الأستاذ عماد توا يقول لك يا أخي احنا ندافع على تونس الكل وندافع على مقدساتنا أولهم قبل كل شيء المصحف الشريف، لأنه لا شيء يعلو عن المصحف الشريف في بلاد كيما تونس، وكذلك العلم الوطني. وأنا رئيس كما قال هو في البداية كلمة سافر ما عجبتش الناس، ما قال رئيس المحجبة والغير محجبة والإنسان معناها الحداثي والإنسان التقليدي وهل مجرم. دونك هو يلوكوب لو تيران رئيس جمهورية، وهذا معناها أشياء ما لا يستغرب من المناظر الحقوقي. واضح هذا كلامنا حول رئيس الجمهورية اليوم في ذكرى 56 للاستقلال. حبيت نرجع معاك زادة سي عماد الدايمي الوزير مدير الديوان الرئاسي على عدد من أبرز النقاط الواردة في التقرير الصادر عن رئاسة الجمهورية حول الميزانية مثلا. في عدد العاملين في قصر قرطاج يقول تقرير قمت 3104 عامل منهم 2579 من الحرس يعني في الحماية من الأمن الرئاسي. سؤال بديهي ربما يطرحوه برشا عباد، قالك رئاسة الجمهورية بصلاحيات رئيس الجمهورية الحالية هل 3104 عامل في رئاسة الجمهورية مش برشا؟ اولا وقبل كل شيء العدد هذايا مش نحن انتدبناه، احنا ورثنا مؤسسه موجوده فيها ناس تخدم فيها ناس مرسمين، معناها ما نجموش خرجوهم برا، فيها معناها جمله من المصالح والمؤسسات والمؤسسات التابعه. الامن الرئاسي، خلينا نبدا بالامن الرئاسي اللي يثير اشكاليه لدى الكثير من الناس. أي. الامن الرئاسي اولا العدد نتاع الناس اللي تحمي رئيس الجمهوريه كما تشوفوا في لعلكم تشوفوها في الانشطه وفي التنقلات هو عدد مش كبير برشا. الامن الرئاسي يقوم بحمايه كل الشخصيات الرسمية، يقوم بحماية السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس المجلس التأسيسي ومبنى المجلس التأسيسي، ولكنه محسوب على الأمن الرئاسي. إيه اسمه الأمن الرئاسي، ولكن هو اسمه أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والضيوف الدولة التونسية أيضا، معناها في كل ضيف رسمي جيل تونس بصفة رسمية أو غير رسمية حتى إذا كان وزير أول أو رئيس دولة جال تونس في فاكونس يلزم أمن رئيس الجمهورية يتولى حمايته، هذه مهمته. لذلك العدد هذايا موش عدد معناها كبير برشا، ولا مش الناس الكل دائرة برئيس الجمهورية من جهات الكل تعسى عدد مش كبير. أنا ما نشبش ندخل في الأمور هذه اللي ربما بعض منهم ما حبيتش حتى ندخل فيها، ما تهمنيش برشا لديتاي، ولكن الأكيد أن الحماية رئيس الجمهورية احنا حسينا، ورئيس السيد رئيس الجمهورية نفسه أكثر من مرة يستدعى المدير العام لأمن رئيس الدولة ويطلب منه تخفيف الطوق الأمني حول رئيس الجمهورية، تيسير الأمور في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تنقل، يطلب أن ما نوقفوش التنقل في الطرقات، نحبسه في الضوء الأحمر وقت الناس كل تحبس ونواصله. فالآن أما هو الأمن الرئاسي سي عماد سيادتك تعرف لأنه عندهم أجندات يخدموا بها بروتوكولات معينة. حاب نحكي لك حكاية مرة معناها رئيس كلينتون مرته هيلاري عطاته تريح خاطر هي تحكي تريح، دخلوا وقت الامن الرئاسي قالوا لها من فضلك، قالت لهم امور شخصيه، قال لا احنا لو قاعدين نحمين في رئيس الولايات المتحده الامريكيه اقوى رئيس في العالم، دونك دخلوا باش وقفوا الطريحه هذه، دونك هم عندهم بروتوكولاتهم مش معناها عندنا في تونس. هيلاري حكيتها له كي جات احنا النوع هذا المشاكل ما عندناش الحمد لله، ولكن على كل حال رئيس الامن الرئاسي نتاعنا يقوم بخدمه معناها في حمايه عدد كبير من الشخصيات الوطنيه وحمايه ضيوف البلاد. عقيد سيك سالم بقي... اي نعم وبالله ملاحظه مهمه الان زاد لان ثم بعض التشويه في حق الامن الرئاسي التونسي. الامن الرئاسي التونسي هي مؤسسه لم تتورط في الفساد، مؤسسه لم تتورط في الانقلاب على الشرعيه في بلادنا، مؤسسه بل بالعكس هي اللي حمت الشرعيه، تعرفوا الشيء هذا الناس كلنا نعرفوه، هي اللي حمت الشرعيه وقت لربما اجهزه اخرى انخرطت في المشروع نتاع قمع حريه الشعب التونسي، ولولا وجود الامن الرئاسي كمؤسسه مستقله الله اعلم احنا الان شنو كان وضعنا في الفتره هذه. واضح برشا كلام على كل حال هو تقال على الامن الرئاسي والدور اللي لعبه ولا الدور اللي ما لعبوش ومن الاول. نعم، كنت ترجعهم يمشيهم على
لقاو حتى كرتوشه خرجت من قصر كرتاج معناها متاكد في التحقيق الامني والتحقيق العسكري. مازلنا باش نحكيو معك سي عماد الدائمي الوزير مدير الديوان الرئاسي على انشطه رئاسه الجمهوريه وعلى عدد من النقاط الاخرى اللي تطرحها التقارير الاخرى الصادره عن الرئاسه فيما يخص خاصه ميزانيه رئاسه الجمهوريه. فاصل وانا مواصلين معاكم في ملنهار. Metfeltouche, Conan, Tlethef, Discovery. Votre émission musicale des années 60, 70, 80 et 90. Salut, c'est Karim Sella. Retrouvez-moi mardi soir dans Disco Ring sur Champs FM. وقية البونيس مع اتصال تونس ديما منورة بين 21 و 24 مارس. تمتع بال 100% بونيس على كل ريشارج 5 دينارات أو أكثر فيكس ولا موبيل. البونيس يكلم لي ريزو الكل ويدوم لمدة 30 يوم كاملين. عرض صالح لكل مشتركي اتصالات تونس الفيكس والموبيل بريبيي فيكسي الليمي فيكس وفورمي. أكثر معلومات على 11.99. اتصالات تونس المستقبل ينادينا. شمس فام شمس فام وين انتي وين احنا. مواصلين معكم في ملنهار حتى لسبعة متاع العشية. وضيفنا اليوم سي عماد الدائمي الوزير مدير الديوان الرئاسي. سي عماد, رئيس الجمهورية من أكبر النقاط اللي تعرض لها في المجال المالي هو كونه قال شهرية رئيس الجمهورية متاع 30 ألف دينار باش نخفضها إلى زوز ملايين ولا 3 ملايين. المعلومة لهنا تقول كونه إلى حد اليوم مصدر حتى شيء في الرائد الرسمي يقول كونه تم تغيير شهرية رئيس الجمهورية, وبالتالي نقطة استفهام, هل هي يعني قاعد يعني فيها رئيس الجمهورية من باب ما بين ظفرين لو كان نجم نقول كلمة لمزية قاعد ينقص من شهريته, ولا الأمور باش تولي قانونية وباش يتم التخفيض في أجرة رئيس الجمهورية؟ لو كان نجاوبوا على النقطة هذه اللي قاعد يصير عليها برشا كلام في صفحات الانترنت. والله في خصوص شهرية رئيس الجمهورية أنا مانيش باش ندخل برشا في الديتايل الشخصي معناها أين يصرف الشهرية متاعه في أي مجال. تبقى الشيء الأكيد اللي نجم نأكدوا لرئيس الجمهورية من مبلغ الشهرية الموجود الآن ليوصلوا ياخذ فقط في 3000 دينار والبقية هي تحال إلى عدد من الجهات فهمت في إطار إعانات وفي إطار صندوق التشغيل وغير ذلك. ولكن عملية تخفيض رئيس الجمهورية بنص قانوني هي الآن قيد التفكير, مازال ما عملناش حتى خطوة لأن الوقت مازلنا العملية تطلب شوية تفكير عن طريق اللجان القانونية واللي تخدم على المسألة هذه وكذا, لأن مش فقط رئيس الجمهورية, لأن المرسوم يحدد أيضا يحدد شهرية رئيس الجمهورية السابق وغير ذلك. فماذا بينا الحل معناها اللي ناخذوه والقرار اللي ناخذوه القانوني يكون قرار معناها مفكر فيه بشكل جيد ويتم فيه استشارة باش ما نرجعولاش لتالي مرة أخرى. واضح. بعد ما قمت بتقديم أرقام ميزانية رئاسة الجمهورية سي عماد الدائمي, بزنس نيوز كذبت الأرقام اللي وردت على لسانك أنت شخصيا, وقال موقع الانترنت أنه ميزانية رئاسة الجمهورية كانت في 2010 79 مليون دينار وفي 2011 83 مليون دينار, وقالت التخفيض اللي يحكي عليه عماد الدائمي ب 37% حكاية فارغة. والله أنا ردي أني انطلقت من أرقام موجودة عندنا في رئاسة الجمهورية, من شعرف بزنس نيوز من أي منين انطلقت, من أي أرقام انطلقت, فأؤكد الأرقام اللي أعطيتها واللي هي معناها أسلمناها, معناها ما عندناش مبرر باش نخفضوا ميزانية معناها متاع العام اللي فات. فبالتأكيد أن الميزانية تم تخفيض في سنة 2011 بالمقارنة مع 2010, بالتأكيد اللي احنا عملنا جهد في تخفيض الميزانية بالمقارنة مع 2011, وهذه مسألة مؤكدة بالأرقام. على كل حال هي الميزانية التكميلية باش يتم مناقشتها في المجلس التأسيسي في المدة الجاية وتتأكد الأرقام اللي اعطيناها. احنا الرقم اللي اعطيناه 71 مليار و869 مليون, هذه معناها كانت في سنة 2010 98 مليون دينار. هذه بالنسبة هي أرقام مؤكدة وإحنا معتمدين عليها من خلال ميزانية رئاسة الجمهورية اللي هي تحت إشرافي. سي عماد, أنا عندي سؤال. نعم. طبعا عديد أنا نفسي مشيت قداش ومالي نخدم في القصر, زملائي منهم
وقت مشاو وائل وحمزه وعملوا استجواب سيد رئيس الجمهوريه قلت لهم عطاكم كاس ماء ولا عطاكم قهوه انتم تعملوا في تقش في ياسر في القصر يذولي لا القهوه ما تقشفش فيهم القهوه الماء ما تقشفش فيهم والتاي زاد هذه لا شربت ماء القهوه لضيوفنا الكرام كنا نفرحوا بالاسم لا شربت ماء كاس ماء مش مشكله مش انا ومرات نعطي الحلو لا عايشة الكلكم حلوين اما اللي حبيت نقول هو سيد الرئيس يذولي سمى السياسه بتاع تقش عملوا حتى قال قال فلوس واعطاها للدوله باش يقوا بها مواصل شغل اللي موجوده غاديك يعني سياسه التقشف واضحه ما ثماش تبذير ما ثماش معناها فلوس خارجه على الموضوع والله التقشف خاصه في عدد كبير من لي بوست دو ديبونس خاصه في مساله التنقل في مساله الاستقبالات طبعا والحمد لله وهذه مسألة إن شاء الله التوانسة كل يكونوا مطمئنين 100% ما ثم حتى نوع من أنواع الفساد المالي أو سرقة الميزانية أو التصرف حتى في الضوء حتى في الماء نقصت المصاريف أو التصرف في أي سنتيم معناها خارج إطاره معناها هذه باب اللي كان سابقا عدد كبير من مسؤولين داخل القصر الرئاسي وبدت لدينا بعض المعطيات حول الموضوع هذا وإن شاء الله نهار من نهارات نسوي ملفات كاملة تحال إلى الجهات المعنية للبحث فيها الفساد المالي زال واللي هو كان واخذ جزء كبير من الميزانية والآن عملية التقشف طالت كل شيء معناها طالت الـ حتى الشوفاج في القصر المازوت الليسانس كل ما هو معناها ثم حتى روح إيكولوجية لدى الشباب شفتوا أنتم الفريق متاعنا شاب وصغير وفيه جزء كبير معناها عندهم تفكير إيكولوجي وحب معناها الأضواء ويتفاول كل وغيرها معناها قمنا بإجراءات الواقع من أجل التقشف في كل مجالات وانا نأكد نجم نأكد الكلام هذا يا سوفيا اللي كي كنا في القصر احنا كنا ندور وكنا يطفيوا الضوء رانا البلاصه اللي نكملوا منها نطفيوا الضوء في القصر لكن سعمد دامي وانت ذكرت الفريق برشا نقاط استفهام محطوطه على فريق رئيس الجمهوريه وخاصه مستشاريه يعني الصور مثلا خرجت لي اول مره في الجرايد يظهر لي جمعه هذه الصور الكامله نتاع مستشاري رئيس الجمهوريه اكثر من 20 مستشار العديد والكثير من الشباب وشابات سؤال بديهي كيفاش نوليو مستشار لرئيس الجمهورية في مسائل ربما معقدة وقت اللي احنا ما عندناش من الخبرة ما يكفي أن تخولنا نكونوا مستشار لرئيس الجمهورية اللي يلزم يكون إنسان معناتها عنده من الخبرة من الكفاءة من السنين من التجربة من كذا شنو ردك على كلام هذا؟ والله انا مانيش حاب ندخل في البوليميك باش نقول لك شوف الثوره التونسيه شكون قام بها اساسا باش نعرفوا شكون الجهات شكون الفئات اللي ناشطه الفعلة اكثر في المجتمع لكن خلينا نبقوا عمليين الفريق الديوان الرئاسي هو حلقه الثقه حول رئيس الجمهوريه الديوان الرئاسي في كل دوله هي اداره تكون مربوطه بشخص رئيس الجمهوريه ويكونوا ناس ثقة أهل ثقة أهل سرية مطلقة لا عين رأت ولا أذن سمعت أهل معناها يخدموا ليلا نهارا بدون احتساب الساعات بدون احتساب الوقت وكذا فتم الاختيار تم على هذا الأساس هذا أولا ثانيا أغلبية الشباب إذا لاحظت في الصفة متاعهم مش مستشارين لدى رئيس الجمهورية بل ملحقين برئاسة الجمهورية مكلفين بمهام احنا لدينا مجموعة من المستشارين لدينا أيضا مكلفين بمهام أغلبهم مكلفين بمهام يقوموا بمهام معينة محددة تحدد لهم من دائرة المستشارين وثم يتوازعوا بيناتهم المهام وناس كل تخدم من أجل إنجاح المهمة هذه بإشراف مباشر من رئيس من مدير الديوان وبإشراف أيضا من رئيس الجمهورية اللي يشوف في الفريق متاعه من حين لآخر ويعطيهم التعليمات وياخذ منهم الفيدباك وياخذ منهم هم أصحاب زاد قبل يعني أصحابك أنت بالخصوص وأنا بالخصوص هي دائرة علاقتي الشخصية وعلاقة سيد رئيس الجمهورية الشخصية أيضا فهي حلقة ثقة حولنا وإحنا ما عندنا حتى معناها ما نشحش من المسألة هذه ما ناس اخترناهم بدينا بالواحد واخترناهم لأنهم أهل ثقتنا ولأنهم أهل ثقتكم لأنهم أصحابكم مش أنا ما عندهم كفاءات ونعرفوا علاش قادرين معناها كفاءاتهم نعرفين كفاءاتهم وناس جربناهم في حملات انتخابية جربناهم في مناسبات عديدة ونعرفوا القدرة بتاعهم وغلبهم سي بي ار يعني والأغلبية سي بي ار وهذا شيء طبيعي الحزب الجمهوري وقت اللي يجي رئيس من الحزب الجمهوري يجوا الناس كل من الحزب الجمهوري وما دام نحكيوا على سي بي ار والحزب الجمهوري رئيس يحضر في حملته الانتخابية قاعد
والله احنا الان حضروا في خدمتنا الكبيره الجباره ليلا نهارا. الحمله الانتخابيه ساعه مازال ما نعرفوش وقتاش باش تصير الانتخابات باش نعرفوا وقتاش تبدا الحمله الانتخابيه، ولكن بالتاكيد اللي خدمتنا نخدموا ليلا نهارا، نخدموا بنسق حمله انتخابيه وليس بروح حمله انتخابيه، بالنسق نتاع حمله انتخابيه، وكاننا نخدموا في حمله انتخابيه في اخر الايامات، في نقصد في توقيت العمل، في الجهد، في الموتيفاسيون نتاع شبابنا اللي يخدم معنا، ولكن عقليه الحمله الانتخابيه مازال ماهيش تو ماش وقت حسابات. احنا وقت عمل. هل السيد رئيس الجمهوريه الحالي باعتبار مكانته باعتبار كذلك الوسائل اللي تكون متاحه في الاعلام في عديد المسائل مخول اخلاقيا باش يترشح انتخابات رئاسيه او لا؟ مخول اخلاقيا ما فهمتش برشا السؤال، انا ما عنديش ما نتصورش اللي ثم شيء يمنع اخلاقيا. مثال في بلدي خالد تمشي جاء عمل الحكومه قال الوزراء بشيخ بن معين اللي باش يرشح منهم رئاسيه ولا غيره ما ينجمش يخدم. يا اخي وقتها خرجوا سي نجيب الشابي خرج سي مصطفى مجعف، خرج مش سي مصطفى مجعف ما دخلش بلوتو سي احمد ابراهيم. يعني ثم ناس يطرحوا يقول لك يا اخي انت كيما الدليل دينيسي وسيادتك تعرف عماد انت رجل مطلع. اي طبعا هذيك كانت حكومه انتقاليه غير منتخبه غير شرعيه، معناها جاءت في اطار من التوافق في فتره من الفترات، والان الوضع مختلف تماما، هذا رئيس منتخب رئيس شرعي، معناها جاء عن طريق بروسيس انتخابي معناها وثم حتى ويعني سي عماد دايمي سي المنصف المرزوقي عنده النيه كامله للترشح للانتخابات الرئاسيه الجايه. ما ثماش موانع على الشرعيه لا اخلاقيه لا قانونيه. حتى مانع للترشح الان ما نجموش نحكم وجود النيه، لان مساله الترشح مازال مش عارفين حتى وقتاش، مازال مش عارفين نظامنا السياسي كيفاش باش يكون، باش يكون معناها نصف رئاسي كما طالبين به نحن في المؤتمر من الجمهوريه، كما طالبين به في التكتل وفي احزاب اخرى من المعارضه وغير ذلك، او برلماني كما شفت معناها بعض الاخوان في النهضه يدافعوا عليه، مانيش عارف هل ان هذا هو الموقف النهائي والرسمي لحركة النهضة ولا مازال الموقف قابل للتطور في الموضوع هذايا. لا هما مع هذايا وانت تعرف برنامجهم خرجهم مع النظام البرلماني. لكن الان ربما في اطار من التوافق في اطار من التوافق قد نقترب الى وجود معناها معناها قد نقترب في اطار التوافق في اطار النقاش الثنائي والثلاثي والرباعي وغيرها الى وجود نمط جديد من الحكم مشتركين فيه الناس كل ما بعد. هذا مهم جدا تحكي انت على التوافق على المساله هذه. في مساله مثال الشريعه سيد رئيس الجمهوريه معروف عليه وانه يقول انا ضد ادراج الشريعه في نص الدستور. ورئاسه الجمهوريه حتى كي طرحنا عليه سؤال وانت كنت حاضر وقت عملنا له انترفيو قال حسبوني بالدستور. يعني بالنسبه لي بيسوء اعتماد القران معناها كمصدر من مصادر التشريع التونسي هذاك من تحصيل الحاصل الموجود من اول زمان، لكن قضيه الشريعه توا تخلق اختلافات، هل باش تعملوا انتم كسبير او كذلك كمؤسسه رئاسيه في اطار التحاور والتشاور والوثاق الوطني باش المساله هذه معناها حلوها. والله هي هالمسألة هذه وغيرها من المسائل طرحها السيد رئيس الجمهورية في عدة لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية يستقبلهم وتستقبلهم وتعشى معهم، هذه ما فيهاش تقشف العشاء فاستقبلهم وتناقشوا من بين النقاط هذه وعبر على التصورات وأراء وبحث دائما وكان دائما يحث ويعطي مواقف مشتركة قابلة معناها من المصادقة والموافقة من كل الأطراف في مسألة الشريعة وغيرها. معناها تم هو فكرة السيد رئيس الجمهورية أن في التوطئة الدستور يتم الإشارة والتدليل بقوة على ارتباط تونس بهوية العربية الإسلامية، وفي الفصل الأول يتم المحافظة عليه كما هو، ولكن في مسألة مصادر التشريع فيعتبر أن إدراج الشريعة في مصادر التشريع قد يثير يكون مجال خلاف ومجال إشكاليات وقد يفتح الباب بعد مدة إلى اجتهادات قد تتسبب في مشاكل كبيرة في المجتمع، لذلك هذا رأيه هو وهو بالطبيعة ينسجم مع رأي المؤتمر في هذه المسألة. سي عماد الدايمي الوزير مدير الديوان الرئاسي شكرا لك على حضورك معنا اليوم في شمس فام.